أي نعم. في سؤاله الثاني أحسن الله إليكم، تقول فيما يتعلق بالأب إذا كان غير صالح وتوفاه الله عز وجل، فهل يؤثر ذلك على صلاح الأبناء من عدمه؟ لا يؤثر عدم صلاح الأب على صلاح الأبناء. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كلهم بل جلهم كان آباؤهم وكانت أمهاتهم على الشرك والكفر، فوماتوا على ذلك ولم يؤثر في صلاح أبنائهم من جلة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. لكن صلاح الآباء يرجى أنه يدرك الأبناء، لقول الله جل وعلا في آية الكهف وكان أبوهما صالحا، وقول الله جل وعلا في آية سورة القتال سورة محمد والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء.